مجددا مرحبا بكم لاستئناف باقي فقرات سهريه اليوم في هذه اخرتها. الان سؤال الاسئله، سؤال كل الاسئله اللي تنجم تطرحها لطفي زيتون باش تلخصهم مريم بن مامي. مريم بن مامي هذا لطفي زيتون امامك، اش باش تسالوا؟ سي لطفي، انا نتبع فيك على الفيسبوك ومغرومه بك. ايه عجبتك؟ ونلقاك تكتب ياسر شعر وكلمات حب للمدام، وحبيت نعرف سي لطفي كان هذه تكتيك نتاع سياسه مره اخرى. كل شيء مشكوك فيه خويا اللي يجيك معاك. باش نقولوا احنا معناتها والله يا جماعه النهضه، والله سي دي جون كول وسمباتيك وفيغ اي انسي دو سويت، اي غالون اي انسي دو سويت، والا سي لطفي والا مش بالحق معناتها، والا معناتها ساشون اللي انا نعرف بوكو دو جون بروغريسيست اللي تلقاهم مخبين معناتها نساهم ويسافيش با افيك لوغ فام، معناتها فسر لي شوست الحكايه هذه خاطر تعرف علي عندي اسئله اخرين ليك انت، سوف كو سي لطفي خذاهم وسي مراد تبارك الله وخاصه في التفريق بين الدعوي والسياسي، نعرفك مغرومه بها برشا مريم الحكايه هذه، واشكاليه تشتغل عليها عندك مده. سيد لطفي دوك تنجمش تجاوبني سي لطفي، تعمل لي اكبر مزايا راهو انا مانيش داخله في السياسه، اما انا مواطنه عاديه نتبع فيك على فيسبوك ومغرومه بيك، نحبك تجاوبني على السؤال نتاعي، وبربي سي لطفي ما تعمليش كيما عملت مع لطفي العميري ومع زغيدي ما جاوبتش على الاسئله. لا لا باسكو اون با يو دو ريبونس. نجاوبك كما سؤالك، مش سؤالك، ملاحظتك اصعب. وقت اللي واحد يقول له الحب نتاعك لزوجتك اللي مش هي مش زوجتي فقط، معناها هي وقت اللي انا كنت ما عنديش وطن في بدايه المنفى وكانت ايام صعيبه برشا اوقات صعيبه برشا، هي كانت ولات هي الوطن نتاعي بالفعل، فهمتني؟ بكل ما تعنيه كلمه وطن من تجي واحد يقول لك بالحق والا تمثل، وعلاش باش معناها هذا الكل نعمله انا نمثل في موضوع عنده خصوصيه كبيره وعنده حساسيه كبيره لي انا باش نحسن صوره النهضه، معناها انا حياتي في حياتي زوز نساء زوج نساء. النهضه والمدام سي لطفي. والد شنو؟ واحده توفات الله يرحمها عظيمه برشا. الناس اللي يعرفوها ينجموا يوافقوني ولا يخالفوني في الموضوع هذا، يكفي انه باش نعطي فكره. في خلال 20 سنه اللي كنت في الخارج كان البوليس السياسي ديما يجي للدار. يجي للدار معناها ساعات يكسر بعض الاثاث، ساعات يسب، ساعات امي تصر انه ما يروحوا الا ما يتعشاو. تقول لهم انا نعرف اللي انتوما مانيها خدام حاكم. فهمتني؟ ونعرف انكم انتوما راكم ما فطرتوش وراكم كذا تصر، وهذا قالوا لي بعد بعض الناس اللي كانوا يجيو قالوا لي وما توفات الا ما كانت مسامحه في كل اللي وقع لها. حتى كي تكونت هذه نتاع الحقيقه والكرامه، خويا الكبير الله يرحمه قال لها تحبش انت تمشي معناها تاخذ تعويضات، قالت له بوك سامح الله يرحمه توفى قبلها وانا زاد مسامح، فهمت؟ حيث هذه امراه وبرشا معناها في المحن نتاعي الكل وقفت معايا ما تسالتش ما، والمراه الثانيه هي اللي هي توا زوجتي اللي هي واقفه معايا وقفت معايا واقفه معايا، واللي انا معناها تعرفت عليها نهار نويل كريسمس داي اللي فرقوا فيه الانجليز الهدايا، يعطيوا الهدايا، فانا نعتبرها كانها هديه، واختبنا نهار الفالنتاين داي. اوبا بلا لطفي هذايا كانش رومانسيه وفالنتاين داي ما كانش ما كانش كيف توا معناها نحكيو احنا قبل ربع قرن معناها مش توا باش يزيدوا كتيكيت عن كريم المسيحيه على توا توا كملها هي كملها كملها صفحه كامله هي مراجعه رجعت كملها برشا صدف فما برشا صدف في حياتنا قسمنا اهتماماتنا هي خليتها سبقت باش كملت الشهاده نتاعها وبعدين وقفت معايا باش انا كملت قرايتي بعدين في الجانب السياسي رغم اللي هي ما كانتش موافقه برشا على انه الانغماس نتاعي برشا في السياسه ولكن معناها ساندتني في هذا اولادي معناها
عندي خمسة أولاد هديت لي منها خمسة هدايا منها ربي فضل سواء من ربي حيث فضل. حيث الجمال ولا من حيث الدراسة معناها ولا من حيث النجاح تو دخلوا في الجانب المهني حيث المرأة هذه معناها أنا نحس بالذنب تجاهها ونحس بالاعتراف أنه التعبير على التقدير والتعبير هذاك على لطفي زيتون اسمعني تو جيدا تنسى لطفي العماري تنسى مريم بالميمي تنسى مولاد زغيدي هيك الكاميرا نتاعك غاديكا مدام زيتون قاعدة تفرج فيه تو تنسينا الناس كل أنت وحدكم الضوء هذا تنساه ما فما حد شيء فاس تقول لها تو هيك غاديك خطبها ما تفهمهمش برشا ماهيش راش تغنوشي راهي لا نقول لها معناها توحش واحدة من أغاني نجاة بصوتها لأنه يعني عندها صوت ايش تغني لك في العادة نجاة؟ صوت مش أسأله كان رحيلة ها؟ مش أسأله كان رحيلة لا تغني أرى يظنوا أي يظنوا أي يظنوا اه يا باهي مال الليله باش تغني لك يظنوا بعد المقطع هذاك هذاك عليه انت توا باش نقعدوا في عالم الفن والموسيقى انت هيئت له توا قص عليك سامحني مريم انا معناتها اللي قالوا سي تري بو معناتها ديما نقول نحب نختم نقول ديغيغ شاك غراند هوم يا اون غراند فام ايماجيني سي معناتها نتخيلوا كان جاتنوش امه انسانه كريمه الله يرحمها كيما حكي عليها معناتها راهو عمرها لا عملت وليد معناتها نحكي على وليد معناتها ان انفون فهمت راهي عمرها لا خرجت راجل كيما لوت في زيتون الحق نتاعها هذه شهاده تبارك الله هكا سي فغي هكا بركه من عند مريم بن مامي اليوم لا على خاطر كون لا مامون سوكيب دو سون انفون لانفون يدون على سا فام يعطيك الصحه يعطيك الصحه نبقاو كيما قلنا في الموسيقى يعطيك الصحه مريم تو باش نسمعوا معنا هذه فقره تعرف ايش اللي هي باش نعديو بعض الالحان نتاع الموسيقى سي فتحي المره هذه الله غالب باش تشارك معنا والدكتوره كيف كيف والناس الكل ونطلعوها اغنيه شكون وشنو هي الكلمات سيدي اي نبداو بال تعرفها سيد فتحي زي وعد لا تخديو الجمهور زاد باش يحرق لنا تبعني ونبنيو دنيا جديده حاجه دنيا جديده تبعني واش نعملوا؟ نبنيو دنيا زينه ولا حاجه شكون اللي غني فيها؟ هادي جويني اما الهادي جويني الهادي جويني ظهر لي جاب الاجابه خلينا نسموها ترى هي ولا ترى تبعني نبنيو دنيا زينه دنيا زينه دنيا تفن وكيف وعيشه بنينا وعيشه بنينا لطفي زيتون كان يقولوا لك تبع شكون؟ ومن دنيتهم فكنا يزينه اي ومن دنيتهم فكنا يزينه شكون؟ انا في الفن في الغناء مانيش تي لا اعطيني اعطيني من دنيتهم فكنا يزينه شكون؟ باش نقول لك نكته مع فتحي كنا نقراوا مع بعضنا هو سبقني شويه ايوه ممكن ما نعرفش تتذكرها ولا كان عندنا نادي ثقافي في تربه البي ذاك النادي الثقافي تربه البي نعملوا نشاط العشيه وهو كان في المسرح من وقتها عاد عملنا فرقة نتاع جيل جلالة. إيه. طبعا. وأنا ما عنديش في الصوت يا فأنا بديت نغني معهم. أيوه. فهمتني. صبر بعدين قال لي لطفي اسمع. قال لي أنت امشي اعمل نادي الشطرنج. نادي الشطرنج خير من الأغنية. قال لي أنت ذكية واعد تمشي نادي الشطرنج. أي توا القدم يركزوا مليح. لطفي هذايا جونا ما نعرفش عاد ركزوا مليح في اللحن هذايا وان شاء الله نطلعوه ترى مقدمة سيمفونية كبيرة هاي اي شكون يجي على باله هذه اش تنجم تكون سيدي المقدمه السيمفونيه مراد صور متحركه هذه شنو هذه جينيريك تاع صور متحركه معروفه وتنجم انت بالجيسويل نزيدو نقلبوا اكثر كاينه فما عمليه غش حصلت في الكوندكتور يا جماعه هاي تتحاسب المعادله وبالجيسويل تنجموا تعرفوا انت شو قلت؟ ما قلت صور متحركه صور متحركه وعرفت كلها هكا فيها كذا دكتور عندك شي فكره؟ ما خلطتش على لطفي اكيد نورمالمون خلطت عليه تو نشوف لطفي جراندايزر هذا جراندايزر ترى خلينا نشوف علي
يعلي بطل فليب هيا تريا جرين دايزر عزم نعلي حمما ترسي افتن بالأعداء. لطفي خلطت عليه جرين دايزر ولا ايه؟ أه؟ لا انت قبل جرين دايزر؟ لا لا هي قبل هو جاء بعدي بعدنا انا مولاد زبيدي مقري هي خلطت عليها سي فتحي علاش بالذات خاطر نعرفك فما تجربه بتاع سبيس تون وتجربه بتاع برامج الاطفال علاش ما عاد علاش ما وصلناش في الاستثمار في الحكايه هذه في يعني حاجات من النوع هذه بقات في الذاكره ما نعرفش بتاعنا بتاع الناس كل هذا جرين دايزر وساسوكي وسنان وافتح يا سمسم تجربه بتاع سبيس تون شبيه ألقها خف والله اعتقد انه اللي صار في سوريا هو اللي خلى الناس اللي قايمين على الموضوع هذا يتفرقوا مثل العديد من نص الشعب السوري خارج سوريا ومنهم برشا ناس اللي اسسوا الشيء هذا والمجموعات هذه اللي كانت تخدم رسوم متحركه وكانت تخدم موسيقى والدوبلاج وكذا تفرقت بالتالي نهار الصرح كله نهار ان شاء الله ترجع ايام باهيه ويرجعوا فرقت نتيجة الظرف اللي تعيشه سوريا واللي عاشته سوريا طبعا طبعا اكيد ان شاء الله الاغنيه الاخرى باش تحل فيها ديبا يبدو ما شاء الله نطلعوها سيدي يعطيني اللحن هيا ايوه مراد زغيدي هذه صعيب عليه دكتور عندك شي فكره لطفي كانه عارفها وقلبه قاعد ياكل فيه ما ينجمش باش يقولها لطفي العميري اغنيه مصريه تعملت بعد تغيير لطفي العميري اغنيه مصريه تسلم الايادي تسلم الايادي ترى خلينا نسمع باش يكونوا واضحين هذه الاغنيه ولات ارتبطت ب 30 يونيو وقت اللي تسلم عبد الفتاح السيسي السلطه. بالنسبه لخصوم عبد الفتاح السيسي هذه ذروه تداخل الفن بالسياسه. قصه الاغاني من نوع هذايا فتحي الهداوي. الاغنيه هذه اغنيه وطنيه على واحده ونص. اش تقصد؟ حلل. فما تناقض ما بين معنى الاغنيه واللحن نتاعها. اللحن نتاع رقص كل والمعنى انه تسلم الواحد. تحب تحكي على الاغاني الوطنيه؟ طبعا عموما الاغاني الوطنيه كبي قل وندر انه فما اغاني وطنيه اللهم حتى عبد الحليم عمل اغاني وطنيه فاشل عبد الوهاب نفس الشيء كل شيء مرتبط بالنفاق وبالايديولوجيا يطلع مارق معروف في الفن في الفن طبعا كل شيء حتى الاعلام المرتبط بالايديولوجيا فاشل بالتالي الاغاني والموسيقى المرتبطه والافلام المرتبطه بالايديولوجيا مآلها فشل ذريع انه غنى انه غنى للحاكم يعني عبد الحليم حتى كي غنى لعبد الناصر تعتبره كان طبعا طبعا عبد الوهاب نفسه اسكو يا رندرات تتفكرش منهم اغنيه انت احنا يعني بنينا السد العالي يعني بنينا السد العالي انجاز بنائي يعني انجاز تاع حظائر بنائي ما تغناش عليه يا جمال يا حبيب الملايين فيروز فقط غنات وربما وديع الصافي بعض الاغاني اللي فيها بعد وطني انما هي كاغاني اغاني جميله وبديعه في الـ في الـ في الـ في, في الحانها وفي كلماتها اما عموما عندنا احنا في تونس زاده مشتره من الاغاني الوطنيه اللي ما مشيتش من يا سيد لسياد وانت جاي معناتها تقريبا قاعده كان بني وطني هي الاغنيه الوطنيه هذيك هي الوحيده لانها سانسير لانها تحكي على حاجه فيها الصدق بالضبط لطفي زيتون تسلم ليدي هذه قائم عليها القيم موافق تماما موافق ولكن شوف هي ماهيش اغنيه وطنيه هي اغنيه نتاع اوندوكترين مو يعني نتاع تعبئه والتعبئه مش تعبي انت لازم توصل لاوسع طبقات الشعبيه الناس تخاطب اللاوعي نتاعهم فهذا اللحن هو النوع الباناليزاسيون تسطيح
نتاع الأغنية، لأنه كلماتها كما قال عميقة وفيها معاني وطنية، ولكن اللحن الشعبي هذا باش تعمل لها باناليزاسيون باش الناس كلها تولي ترددها وتدخل شوية شوية في اللاوعي نتاعها. سياقها مزعج بالنسبة للطفي زيتون؟ نعم سياقها مزعج الأغنية هذه؟ مر وقت توا حتى إذا كان مزعج في وقت توا ما عادش. لطفي العميري عندك تعليق عليه؟ والشعوب من حقها باش تحتفي بمعناها لحظات المشرقة في تاريخها. كي نرجعوا للجيش المصري ونشوفوه مثلا كيفاش احتفى بشخصية كيما رأفت الهجان وكان العمل في منتهى الإبداع. شوف شوف احنا لا 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 بقى في الذاكرة نتاعنا نهار اللي نعملوا احنا مسلسل يحتفي بالمؤسسة العسكرية نتاعنا في مستوى رأفت الهجان وقتها نقولوا رأفت الهجان كيكا وبرا. في المقابل شوف احنا اش عملنا السنة رغم تضحيات الجيش التونسي، عملنا القضية 27 وكانت إساءة كبرى اللي معناها تضحيات المؤسسة العسكرية. دونك نمشوا ونجوا مش حكاية ايديولوجي، حكاية فما إبداع ولا ما فماش إبداع. واضح. راهو الفن الجديد اللي يعملوا فيه تو مش بالضرورة خير من اللي عملوا قبل، بل بالعكس سينو أونوري جامي دو بيتهوفن. أنا سامحني جي جامي دي سا. وقتاش هذوما؟ أم كلثوم وقتاش؟ فتحي جي جامي دي سا. تعتقد أنه اللي عملوا فيه؟ أنا العراب وقتاش عملوه؟ سيتيزن كاين وقتاش عملوه؟ هذا لحد الآن السينما العالمية لم تتمكن من تجاوز المحطات الفكرية والفنية والسينمائية والموسيقية. انا par exemple je suis plus film d'auteur que film d'action et film nouveauté نتاع امريكا par exemple. ما انت بقى مش كل فيلم مش جديد هو الباهي في الفن. فوالا je suis tout à fait d'accord avec toi. انا فما دي فيلم دي فيلتون ايجيبسيان دافون كي مون ماركي اكثر من اي مسلسل جديد داخل تو كيما فيلم par exemple جمال عبد الناصر. اي ناصر 56 اللي تعمل كذا الافلام في السينما ولو كله ما هو ايام السادات كيف هكاك وبرا ايام السادات ايام السادات وفي الدراما ليالي الحلميه شنو هذا؟ هكاك وبرا على الاخر ليالي الحلميه هكاك وبرا زاده اه وي سي تان ستيل سي تان ستيل ناراتيف سي تان ستيل ناراتيف اللي هو يتميز بالاسهال هكاك مال الاسبوع وعباد تحكي ليالي الحلميه يعني وسام انور عكاشه وكذا تاريخ مصر من الستينات ومختلف التجارب تعتبر مش ايديولوجي في تقييم الفن انا مقارباتي مش خاطر يستعرض في تاريخ مصر معناتها مسلسل لا لا الطريقه مش هي الطريقه نحكيو فيها مش هي تتحكي تو باش تتحكي بالتفصيل كيفاش تدخلوا مع فتحي نناقشوا معه حتى الدراما وتجربته الدراميه لكن بعد ما نشوفوا الفقره هذه ننزلوا كالعاده للشارع نختبروا شعبنا في فقرة شعبي شعبي في بعض المواقف واللقطات خلينا نشوفوا المرة هذه ايش حضرنا لكم. مرحبا بالتوانسة الكل في شعبي شعبي اليوم هبطنا للشارع التونسي باش نشوفوا التونسي قلبه رهيف وحنين ولا لا محلاك محلاك كي تجيه صحفية وتقول له عندي ماتير لازمني نخلطها أحكي اللي تحب وراهي الماتير هذه باش تتعدى في قناة ألمانية نشوفوا التونسي يقف مع صحفية بنت بلاده ولا لا هيا معايا راني قناة ألمانية فهمت أحكي اللي باش تحكيه جست دخل لي دونالد ترامب جو بايدن والانتخابات الأمريكية فالحكاية اللي باش تحكيها لي فهمت خاطر ديجا هما ألمان ماهمش يفهموك كيفاش قاعد تحكي جست باش نغشهم خاطر ما عادش عليا وقت لازمني نعديها الماتير هذيا فهمت أحكي أي حكاية أنا نطق ما نجمش دونالد ترامب جو بايدن إيه مشوا معايا القهوة وقعدنا وجونا به وروحنا والحمد لله يا رب. احكي اللي باش تحكي جست دخل لي لسامي يا دوما مالك ما عادش عليا بكري شن نقول؟ جو بايدن دونالد ترامب واحكي اللي باش تحكي. دو بلايدن از ترامب از ترامب ان تحكي بالانجلي انت يا؟ تحكي بالانجلي انت تقطع؟ ليه؟ مش بالانجلي. المان نمشي Is Donald Trump, Joe Biden. Listen, champion family, it's very nice. Joe Biden, it's a good job. Where my house? Where's my house? إيه انتخابات هما فهمتهمش معناتها ديما مشاكل وثورة يصير غاديكا وتفرقع وديما يفرقعوا كل شيء ويستولوا على البلدان وكل شيء خلي جو بايدن في الحكاية ها؟ خلي جو بايدن في الحكاية إيه جو بايدن إيه ضم كل اللي سميتهم لي معناتها منهم
فهمت كيف اسمه صحيح فهمت دونالد ترامب صحيح باسمه دونالد ترامب دونالد ترامب ولا شنايا امشي انا نحبهم برشا الالمان ويعجبوني وعندهم افلام يعني هذا جلعت ايش تنقول جو بايدن جو بايدن قول جو بايدن قول جو بايدن جو بايدن شو يقول جو بايدن جو بايدن جو بايدن يا نرى عليك يا جو بايدن وجو بايدن هذا حسيته ميت هذا ولا حي ما له وعد الله يرحمه انت تتكلم جد مات لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد ودونيال ترامب دونيال ترامب مسلسلاتهم التركيين باهية فيهم حتى المستسلمين راه مش تركيين مسيحيين كهوة لا 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 فيهم حتى تركيين مستسلمين حتى ما ينجموش يستسلموا يحاولوا يدخلوا الأمة البلدان العربية تعشى بحدك دونيال ترامب تعشى وصهرية وجزوز السسمة البوقة ومئة دينار فما غنية قال هكا فاحنا احنا هكا احنا هذا الحق تحية لشهرزاد فتح تو عاد باش ننطلقوا في الصحيح يعني باش تحكي لنا خاطر تو صدمتنا راك ضربت لنا بعض الاعمده اللي احنا جيل كامل ليالي الحلميه رافت الهجان الارض الطيبه وكذا عندك الحق عندك الحق الفنان والمفكر يزيد ديما يخدم تعتقدوا لي عادل الامام هذاك مسرح راجعوا روحكم حتى مسرح عادل الامام مش مسرح حاجه ما تنتمي لحد شيء للمسرح ما عندها علاقه بالموضوع بالك شي مدرسه في وسط المسرح حاجه مش موجود فيه الفتح هذا نو سي ميم با ما مسرح المدينه سي اون اكسبرسيون تياترال واحده هجينه هجينه سي دي فودفيل كمان شنو معناتها سي دي فودفيل سي كوا لو فودفيل الونجي انت تعرف سي كوا لو فودفيل شنو الفودفيل معناها فما امراه وراجل وحكايه نتاع موضوع اخر الفودفيل سي نو سي نوتر كانفا سي نوتر حاجه واضح واضح يعني كلهم خلينا نشوفوا التقرير اللي تعمل تهيئه للنقاش مع فتحي ونرجعوا تفضل يا سيدة يا كرام ايش باش نحكي وايش باش نقول ضيفنا اليوم تقعد تحكي عليه الغدوة وما تنجمش تحصر اعماله نحكيو على الكامل المتكامل فتحي الهداوي بيان سور بونسوار سيدي بونسوار ضيفنا مسالم وكل ما يتسال على رايه في ممثل ما يقول كان كلمه الخير علاش سي فتحي خايف ندخل فيه دعزق ما نجمش نخرج منه في الفن ما يسمع كان الفوندو كيما صفية شمية وكيما نعمة وكيما زيدة عليا وفي اللغات يجنق ما بين السوري والانجليز احنا نلعب وقول لك مثلا حتى بالفرنسية يقول لك حتى بالانجليزي يقول لك بلاير بلاي بلاي ما شاء الله عليك سي فتحي حاجة تعمل 66 كيف بخروا عليه سويت حتى في الغناء طلعت عندك ما تقول في روحك سمرت بك على روحك بهي بهي من غير ما تغشش ترعاو تسمعنا كسويت كبال خيال العربية كبال خيال ما زلنا نتسامع بأمر محمد ودينه الذي فارق به ديننا وما كان همسا صار دندنا شنية القلبة هذه والله ما قلتك أياش رايك طلعت نعرفك ولا ما نعرفكش نحب نشكرك ونجدد لك شكري لأنه حقيقة أنت شوكة في حلقة اللي حاول بشيء هذا شرف كبير لي يا سي فتحي ومرحبا بيك بحذينا في هذه آخرتها فتحي لديوي تجارب تعدى ممكن عندنا مده ما شفناش فتحي اللي كما شفناه تقريبا عمر بن الخطاب هذاك اخر تقريبا الاعمال اللي شارك فيهم فتحي في خارج اطار الدراما التونسيه والافلام التونسيه تقريبا اذا كان صلحني 2011 علاش انقطاع فتحي علاش لانه ما عادش فما دراما تاريخيه ما عادش فما دراما تاريخيه علاش ما عادش فما دراما تاريخيه لانه جزء كبير من الدراما التاريخيه كان يصنع في سوريا وبعدين ما عادش اولا لانه المحطات اللي تمول الاعمال هذه اللي هي عموما غاليه شويه عندهم اولويات اخرى تو عندهم حروب وعندهم كذا
في الحقيقة هو من حتى أواخر يعني 2009 2008 صار نوع من النزول فيما يخص ضخ الأموال. ما عادش المسلسلات التاريخية أولوية. أوج المسلسلات التاريخية كان أواخر التسعينات، يعني من 99 98 حتى 2005 و6 و7 كان فما عدة أموال مرصودة، أموال كبيرة مرصودة لتصنيع المسلسلات التاريخية بين الأردن وسوريا لمحطات تلفزيونية كما أبو ظبي أنجد برشا، أبو ظبي أعمال تاريخية، دبي أنجد برشا أعمال تاريخية، إم بي سي أنجد برشا أعمال تاريخية. إنما التراجع ذا أعتقد أنه الأموال توا ولات موجهة لحاجات أخرى، فضلوا يعملوا مسلسلات كلفة أقل وتحقق ساعات نفس الساعات من أنه يعملوا مسلسلات اللي هي كمان يعني ثقيلة، ميزانياتها ثقيلة، أولويات المحطات وأولويات الإمكانيات المالية. فتحي، الاختيار وقتها حسب رأيك في السياق هذاك كان اختيار استثمار تاع عملية ربحية أم اختيار سياسي؟ خاطر في الوقت هذاك الناس كانت تشوف في إيديولوجيا البعث خرجت من عالم الحزب ومؤتمراته المغلقة ولات تستثمر في الفن وفي الرسالة من خلال العمل الدرامي، فما منه شيء هذا ولا ما كانش؟ أنا أعتقد أنه الدراما العربية كان 99% منها يتصور في مصر. بعدين وقت اللي انهار جدار برلين طلعوا لي ساتيليت ومربوط ببعض، كان فما استوديوهات تبنى في الأردن، حتى هالقنوات التلفزية المتعددة الجديدة اللي باش تجي ساتيليتير، وقتها فما قناة واحدة تبث ساتيليتير هي اي ار تي تاع الشيخ صالح كامل الله يرحمه، الله يرحمه، اللي هي كانت تبث من لندن. ما كانش فما قنوات فضائية، القنوات الفضائية صارت فضائية بعد وقت اللي انتهت الشيوعية ودخلنا في الحكم الفردي انه البول واحد امريكا الى اخره. طلعت بشوي بشوي القنوات اللي الان تعد بالالاف. بماذا سنملا هاته البرمجات الجديده؟ الدراما هي عنصر اساسي في هذا. فكانت استديوهات تجهز في اواخر الثمانينات في عمان، والان هي استديوهات أجروهم اي ار تي صالح كامل، انما هي كانت مجعوله باش ترادع الكفه، فيصير فما ضخ انتاجي في مصر مثل ما هو متعود، والضخ الانتاجي الجديد في الاردن. علما وانه كان فما محاولات انه صوروا بعض الاعمال، كانت تذكر في استديوهات في اليونان، في استديوهات في الامارات، في الفجيره ولا عجمان، في عجمان، استديوهات عجمان، انما القرار انه باش نعديو الاف ساعات من الدراما ومن البرامج للساتيليت الجديد. طلعت ابو ظبي تي في، تونس ولات ساتيليت، هذاك مع بعضه الكل، مع بعضه الكل. اللي كانت مبوءه باش تلعب الدور هذا الاردن، انما الاردن في حرب الخليج في رايي قراءتي اخذت موقف مع صدام حسين ضد التحالف، فعوقب الاردن وحرم من هذه الامكانيات الماليه انه يتأسس أعمال درامية في الأردن. في الأردن. أنه هذه نوع من الهدية كذلك، أنه تولي بلادك تنتج مئات الساعات أو ألاف الساعات باش تشغل عشرات الألاف من الناس. وتحولت كل الإمكانيات المالية إلى سوريا التي لم تكن تعلم بذلك. لا، لأنه سوريا بعثت عسكر باش يحرر طبعا في حفر الباطن، كان جزء من تحالف حفر الباطن. سوريا وقت اللي هجموا عليها الفلوس، شكون كان عنده المعلومة؟ الغريب أنه أول شركة إنتاج كبيرة تخلقت في سوريا هي شركة الشام الدولية. لمن هذه الشركة؟ من يملكها؟ عبد الحليم خدام. فعبد الحليم خدام نائب الرئيس وقتها كان عنده المعلومة أنه سيكون هنالك تحويل وجهة فلوس عقابا للأردن من الأردن إلى سوريا، زاد اعترافا لها بجميلها أنها هي مشات حفر الباطن ودخلت في تحرير الكويت إلى آخره. وبدأت الدراما السورية بلا شيء، بالأموال. حتى أنه أنا أيمن زيدان اللي كان مدير عام شركة الشام الدولية كان عنده بالستة سبعة فرق تخرج الصباح، شيء يصور مسلسلات وشيء يصور برامج، تلموا عندهم فلوس وعندهم. واللي عمل الدراما السورية في الواقع وقت اللي وصلوا الإمكانيات ما كانش ثم مخرجين برش، كان ثم زوز ثلاثة مخرجين في التلفزيون السوري، التلفزيون السورية. المعهد العالي للفنون المسرحية هو الذي أنتج ممثلين ومخرجين وتقنيين، لانه ما فماش مدرسه سينما في سوريا،
اتحاد الاذاعه الدول العربيه زاد ثم مركز التدريب غاديك، هذوما اللي تكتفوا وتعاونوا اللي خلى الامكانيات تخلق المهنه. بمعنى كي عندك انت، لان وصلنا عام 2005 و6 و4 وصلنا مره الى 77 مسلسل ب 30 ساعه، المعدل كان بين 40 و50، وانا كنت موجود غادي ومساهم في العمليه هذه. تعتبر روحك فتحي كنت نوع من الجسر ما بين تونس وسوريا؟ من با جدير موضوعين اي موضوعين إيه؟ كنتيجه جسر، حاولنا نربط حاجات مع بين خليت بصمه غادي والدراما التونسيه، انما هذه اعمال انتاجها ما هوش سوري، 90% من انتاجه هو انتاج خليجي، ثم دخلوا بعض السوريين اصحاب رؤوس الاموال فهموا اللي هو اعمال مربحه، دخلوا شويه لبنانيين، وصار فما نوع من الالتقاء الانتاجي ما بين بعض اي تمازج ما بين بعض رؤوس الاموال الخاصه في سوريا ومع الخليج، وتعاملوا المؤسسات الكبيره الكل. باش تشوف معناها انه اللي يحكي فيه فتحي، اللي كان الراس مال الخليجي يستثمر في الابداع في سوريا في الدراما السوريه، فجاه انقلب ولا يستثمر في تدمير سوريا وفي دعم الجماعات الداعشيه التي تكفر بحاجه اسمها ابداع. تفهم الراس مال هذه ما عندهاش لا قناعات ولا رؤى ولا برامج ولا مشاريع، اليوم يستثمر في ابداع في سوريا بالذات، وغدوه تتبدل الفلوس هي بيدها وتستثمر في اشتراء الاسلحه وفي اشعال فتيل الحرب الاهليه في سوريا. معناها وهذا اللي قاعدين اليوم نعاينوا فيه. دونك اذا ثم انتاج ينجم يكون كان انتاج وطني. الرسامية الخليجيه هذه متغيره متبدله، لا دين لا مله. حب لطفي زيتون يتفاعل معه. لطفي خلنا شوفوا صديق الدراسه نتاعو يتفاعل معه. تفضل سيد لطفي. على كل نشوف انه فتحي هو ضحيه من كونجونكتور تونيزيان. اذا فما فنان عربي نجم يمشي للعالميه في رايه تواضع هو فتحي الهداوي. معناها عنده نوع من الهيمنه اللي يمثل حتى في دور هامش. انا شفته وقت اللي في الخارج، شفته في مسلسلات، والدراما التلفزيونيه ما تعطيش معناها بالحق القيمه نتاع السينما هي اللي تعطي. فاجأت بي برشا في صفايح من ذهب، معناها كان دور ماهوش رئيسي، ولكن كيفاش هيمن على مش تعاطف مع الشخصيه هذا. لا لا لا، خاطر وقتها مثل تابع للحركه الانتاجيه الاسلامي. لا نسيتها شخصيه. صفايح من ذهب خاطر اسلامي وقتها مثل. لا لا، هيمن على الروح من الوطد. وهذايا معناها الصفه للفنانين الكبار بالحق. كيفاش مثلا جود فاذر الجزء الثاني اللي هو في النصف الاولاني الباتشينو كان هامشي، دوره هامشي، وفي الجزء الثاني من الجزء الثاني روبرت دينيرو كان دوره هامشي، ولكن في كل الفيلم زوج شخصيات معناها حتى هو معناها هامشي، ولكن كي تحسه كي يخرج في الشاشه يحتل الشاشه، يمسك معناها يهيمن على المشاهد. وفتحي معناها هذه خاصيه كما نقول للممثلين الكبار، فتحي عنده الخاصيه هذه. ان شاء الله مازال وقت باش يمشي العالمين، ان شاء الله مازال وقت باش نجموا نعملوا سياسه ثقافيه وسينمائيه تجلب الانتاج وهي تدز فنانيها للعالميه، اللي هي ما نتحدثنا برشا انا وفتحي معناها في معناها بلادنا من احسن البلدان اللي فيها اضاءه في العالم، واضاءه تساعد على التصوير، فيها الجانب السياحي، فيها معناها المواقع، فيها المواقع، فيها كل المناخات، فيها كل التضاريس، لكن فيها بلادنا فيها الارهاب، ولكن ما فماش سياسه فيها الارهاب يا لطفي. نعم، بلاد فيها الارهاب اللي يهرب النجوم الكبيره ويهرب المنتجين العالميين. سي تري امبورطون. اسمعني، ما فيهاش سياسه، ما فيهاش سياسه ثقافيه، وما فيهاش سياسه نتاع جلب المستثمرين، مش كان في السينما والا في الثقافه، في الاقتصاد، في كل المستويات، في كل المستويات يعني. اكيد. اما عنده خاصيه اخرى فتحي راهو، سامحني لطفي، انه وقت اللي يقدموا له صور لممثلين زملاء وتوانسه، يعني الناس الكل باهين، الناس الكل كذا، بقدر ما هو قاسي مع عادل امام والمصريين وكذا. هذاك عليه لطفي. نحن اليوم خاطر سي دي ريبيوتاسيون سور فات، خنشوفوه توا. توانسه تعبوا على رواحهم، وانا نخرج الجانب الوظاء فيهم. فتحي مش على خاطر ربما ما نادولكش في مصر
انا عمري ما مشيت انا وما يهمنيش هما ما ناداولكش زاد انا ناداولي وما نمشيش انا ما يهمنيش الموضوع اصلا لا خاطر فما اعمال جديه خاطر شوف شوف خاطر مصاري برشا مع الاعمال المصريه بدون شك بدون شك جينا من التلفزه هذاك التجاري بدون شك في مصر انت تعرف اكثر مني بدون شك بدون شك فما حركه مسرحيه طبيعيه كبيره فما سينما جاده وافضل بكثير من اللي احنا ربما نتخيل ولا احنا نستهلكوا كم سينما اللي توصلنا التجاريه اما تاع يسري نصر الله ولا نتاع داود عبد السيد وانت تعرف اكثر مني سينما جاده هو بالنسبة للممثلين ديما ننصحهم ونقول لهم تفادى أن تذهب إلى مصر لأن تصير لك اون ديفورماسيون بروفيسيونيل جوستومون إل فو إيفيتي دالي أون إيجيبت فو با يالي إذا حب يبقى ممثل إذا حب يبقى ممثل بركة أما إذا حب يولي نجم يمشي لمصر والله النجوم نجم نحلوا فيها نقاش النجوم حتى النوفيل فاغ نتاع السينما المصرية تعتبرها فاشلة السينما المصريه لا أيه. مازال السينما المصريه انا شفنا توا الومضات الاولى ان شاء الله الجيل الجديد فما تجديد نتاع فما ميسي دي كوبي كولي يعني الناس ماهياش ما عندهاش الفنانين توا بصفه عامه في مصر وفي برشا بلدان ما عندوش غوص في مكنوناته هو ينقلوا من افلام اخرى ينقلوا من مسلسلات اخرى ينقلوا من كذا ويجي يزينها وكل يحطها لك على اساس انه هو ابداع فمشكله كبيره في هذا اليا كم مشكله الممثلين اللي هما الساس معناتها يتوقفوا على التمثيل لانهم حاطين كاميرا لرواحهم يتفرجوا في رواحهم وهم يمثلوا فالهدف نتاعو يولي هو كيفاش يظهر اكثر وسامه هكا ينسى الشخصيه وينسى السياق كيفاش هي تظهر خشمه هكا معمول من هنا وكذا واحد اي دي كو اوني بلو دون ليكسبرسيون نتاع التمثيل اسمحوا لي زاد مراد التقطت حاجه انه لا تذهبوا لمصر لا تذهبوا لمصر فتحي العباد اللي مشات وعملت نجوميتها الان لمصر غلطه تعتبر يعني لا فشلت يعني ظافر العابدين ظافر العابدين غلط كي ولا توا خدمته على السوق المصريه خليني ظافر توا نجيب لا لا ما يسيش ما باش نفهم زاد خاطر كلام مهم مش حكايه غلط كل حد اختياراته في الحياه إيه؟ انما باش نسمي لك انا عائشه بن احمد سناء كسوس ايش بيها عائشه بن احمد سناء شكون الاخر هند صبري درة زروق اي لا انسى درة لا اللي بداوا معايا هند صبري لا فريال قراجة فريال يا نندرا عايشة بن أحمد عملت عمل في هالمصر الكل وهالمشي والجاية ذي الكل أهم من خميس عشية أنا لا أعتقد ذلك يا نندرا سنة كسوس عملت دور خير من اللي عملته في شو اسمه صيد الريم لا أعتقد ذلك يا نندرا فريال قراجة بشوي عملت عمل خير من قمر سيد المحروس لا أعتقد ما يصيرش فتحي ما نقبل مني لكن صيد الريم سامحني مراد صيد الريم سنة كسوس مراد عايشة بن أحمد كسكلا جوي كسكلا جوي لعبت فير فالوار نتاع محمد رمضان فتحي مش انجاز فتحي سامحني فتحي مع عائشه بن احمد تدقيقا قصدي لا ميسيش حسيش حتى لسنه كسوس من الاخر مش ريفيرونس لا هي ريفيرونس لا هي ريفيرونس لا هي ريفيرونس يا لطفي لا هي ريفيرونس لم ارى تطورا فيلم تونسي قاعد ننسب لم ارى تطورا في المحطات هذوما اللي بداوا بهم سي كوريو بداوا هكا من المفروض توا راهم بعدوا بعيد فتحي سامحني مراد بربي دقيقه واحده نحب نناقشوا فما فهم اي سامحني سطحي الموضوع التمثيل انه تطور اي ما معنى انه ما معنى فتحي بربي انه يطور فنان به انه يشارك في عمل سامحني انا فاهم هاشك التفصيلي في الدقه انه يخدم في مسلسل ضو بالكدا سيناريو وفق المعطيات العلميه الدقيقه خدمته اخراج وكذا انت تقول لي سنه كسوس مثلا ما خدمتش حاجه خير من صيد الريم وانا نحب نفهم معنى النجاح نتاعها خدمت مع فتحي الهداوي ما يصيرش قبلني حتى الجانب التجاري عنده لكن بعد تلقى روحها مع عادل امام في فرقه عطله زاده في عمل درامي في رمضان عطله يعني ضارب كذا سيناريو سامحني فسر لي فتحي ما عنده حتى معنى هذا معنى بين صيد الريم وبين مع عادل امام نجم نجوم الشاشه في العالم العربي وانت يستحق دبر راسك لهنا تجربتها هي كممثله تطورت انا لا اعتقد ذلك هي ذاك السيد مش كنت المنتج المصري المنتج المصري لا مانيش نقول مش كنت مثلا على الممثلين مش على المنتجين مشات غادي وفي رصيدها في والله غريبه هند صبري تمثل بالكدا في مصر وفي تونس خاصه انت جراند اكتريس لا اكثر ولا اقل لا سامحني عادي فسر لي جاوبني على السؤال هذا لماذا هند صبري اعمالها في تونس تعبه ياسر ادوار معناها
نورا تحلم ما اقنعكش حاجه خايبه خلاص. لا لا المشكله سي تري سوبرفيسيال سي سوبرفيسيال سي ايبوكريت. تعرف مش صحيح من الافلام اللي خلاو بصمه. لا انا ثم يحكي فيه معناها انه هند صبري ساعات تاخذ سؤال سؤال. لا لا مش لكن شوفوها في مصر تريز اكزيجونت مش اكزيجونت الا لي بيكي في مصر الا لي بيكي في تونس الي با بون دو تو. زهرت حلب خايبة خايبة خلاص زهرت حلب خايبة خلاص. ايش حاب تقول فتحي ايش حاب تقول؟ انا في تونس خايبة وانا في مصر تبلع ايش معناها؟ انا سؤال هذا محيرني ما فهمتش عليه. يعطينا انت تنجم تجاوبنا مش انا فهمت شنو نحب نقول؟ ايش حاب نقول؟ فهمي حاب يقول وانه السينما التونسية اللي هي قاعدة سينما دوتور ان سينما اكزيجون با في مو شفتش ابداع كبير. لا بالعكس لا معناها انت حاب تقول في تونس في مصر وراها ماكينة اللي تعطيها تريزا بالضبط قد المقاس وقد ستاندار المصري. سيدي بيكي لا ولطفي حاجه لطفي قال حاجه دو تريز امبورتون سي كو الهند صبري وانا خدمت معاه الهند صبري كي تجي هوني ني با اكزيجونت باغ كونتر كونت ال كونت ال اون ايجيبت ماني اكزيجونت ماني اكزيجونت تعرف كيفاش تعمل بالحق فتح الهند تجي تاخر تاع البلاتو يا خويا اعملوا فيه شنو تحب. لا لا مش تدرج. لا 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 هند صبري مثلا تبعث لها الدور دورها تقراه تلقاه جيد لكن السيناريو كي يجي قدامي لطفي لطفي قدامي حتى في الكاشي حتى في الكاشي كونت لو بروبوز نقول له قداش يا خويا اعمل واش تحب قدامي. هذا الماخذ بالخاطر هذا الماخذ بالخاطر دونك مش مطلوب منها في مصر مش في تونس مش مطلوب منها باش تاخذ بالخاطر مش معناتها سي با كومبورتمون دكتور راهو عامل سي داكوغ ما خاطر هذو خاطر العباد يمشيو لمصر يبداو المريض يقول لها يبداو متوحشين الدراما التونسيه ويبداو يحبوا يخدموا ويحبوا يذوقوا في رمضان. فما نسمو بعضنا نسمو بعضنا في التقييم برك معناها مثلا الراي ما يسالش انت وحقك بطبيعه الحال الرأي القاسي نتاع فيلم كيما نورا تحلم فيلم هند بوجمعة اللي خذا عدة جوائز نجم نعتبروها سيتا فيلم نورا تحلم هو حلقة متواضعة من مسلسل كاكوبر الكل في بعض اللي هو شنو المسلسل؟ واضح هو حق عندي رأي ذلك اليوم فتحي جاي لك نص الباس يا اخي ما يجيش في الاتاك نتاع ولاد مفيد نورا تحلم الكل سافا تحب نولي نتكلموا نقارنوا ما يجيش في الاتاك في الحلقة الأولى في السيكونس الأولانية مي سي دي ريبيتاسيون سور فات راهي تونس مليانه بالهيبي. جو سوي داكوغ بور لو فات كيا دي انجاز عظيم نورها تحلم كيما عندنا ممثلين كيما عندنا فتحي كيما عندنا ممثلين اليوم عندهم اون ريبوتاسيون سور فات موجود طبعا موجودين اليوم عندنا باش عندنا مشكل كبير اليوم اللي هو سامحني دقيقه عندنا مشكل كبير اليوم اللي يجي يقول لك الفنانه القديره ان هذه المشكله هذه اللي عامل لا مانيش باش نقول لا لا فوق عليه لا فوق عليه جو با انفي دو دير لا مشكله عندنا يقول الفنانه القديره والفنانه القديره تشوف اعمالها تلقاها اعمال معناتها بسيطه جدا وتلقاها ديما في نفس الدواء ثقافه متخلفه ما تغير صح الثقافه ما تغيرش معناتها انت ممثل جيد او لا كان تو نتفي وحطوا نتفي داكوغ سور لو لوكان يحكي على ادوار حطوا جينيريك القاعده اللي تقول ما جينيريك الدكتور فلان تو هذا كلام اي دكتور ماخذ دكتوراه الدكتور فلان ما تجيش ما تجيش هذه ما فيهاش كرامه انك تحط عبد المهندس الدكتور فلان النجم العظيم كذا النجم العظيم الفنان الذي لا يشق له غبار النجم الصاعد مراد صغيدي مثلا القاب وحش الشاشه كذا هذا كلام اسم اسم الفنان يكفي هذه اسم هذه عناوين نتاع ثقافه المدح والهجاء هذاك احنا ما عندناش جوست مليو يا نبالغوا في المدح يا نبالغوا في الهجاء اما انا نرجع بك شويه للنوبه فتح علاش؟ لانك انت كما كنت تحكي مراد قال لك انت كنت جسر بين تونس وسوريا انت زاد كنت جسر بين النوبه العرض الشهير في مسرح كارتاج وكنت من صناعه مع فاضل الجزيري وسمير العقربي ثم شفناك في دور رئيسي في النوبه نتاع عبد الحميد بوشناق وصار ما صار بين عبد الحميد وبين سمير العقربي انت كنت في اللزوز وين تصطف مش مساله استفاف إيه معناها راي فتحي وين حدد لي سؤال شنو اللي صار بالضبط ما نعرفش شنو اللي صار انا درات تم نقل العرض للشاشه أم أن الشاشة مبدع انطلق من السفر بخطع النظر على العرض أولا اللي تغنى في نوبة ما هو ملك حتى حد هو ملك التراث التونسي ما فما حتى غنية على ملك حد في نوبة العرض اللي عملناه في قرطاج وعملناه كذا ما فما حتى غنية على ملك ملح نما كان فما انترافاي دارونجمون والذكاء كان في تواتر الأغاني
باش نبداو شنو هي الغنية الثانية فاش نتحولوا من مقام المقام من غنية لغنية شنو هو المعنى متاع هذا هو كانت بناء العرض كان قائم على هذا عرض المسلسل نوبة هو يستلهم أحداثه ومن هل الفن الشعبي بصفة عامة سيداتي معناتها بداية التسعينات مش ميكين كوف تاع العرض با دي تو ما عنده حتى علاقة معنى العلاقة المباشر ليه ما عندوش علاقة هو زاد كذلك الأغاني اللي استعملهم الكل هما أغاني أما جدد متاع مزود تعملوا توا وتغنوا على أساس عنهم 90 أو انطلقوا من التراث الشعبي اللي هو يعني نفس الاهتمام ونفس العنوان ولكن مش نفس الموضوع واضح فتحي خلينا نقدموا شويه توا كنت قاسي يبدو كذا ما يسالش وهذا حريه رايك في تقييم الناس خلينا نشوفوا توا الناس اللي تعمل معك في الدراما شنو هو تقييمك ليهم متوانسه زاد بال ها باش نستعرضوا بعض الصور وتقول لي شنو هي تقييمك ليهم وتقييمك الاداء او مش تشوف لهم بالنسبه لمستقبلهم يعطيونا شويه صور ترى إلى تري بيان كومونسي كممثل كان ممثل ودير بدينا مع بعض بدا معانا في قمر سيد المحروس كان مفاجأة كبيرة وخدم خدمة كبيرة برشا ثم بعد بطبيعة الحال الممثلين كيف يلقى كرينو اللي هو شنو اللي عمله هو المسلسل سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة بيان سور بقدر ما تعطيه ريحية بقدر ما تسكر عليه كذلك ففي الموجة نتاع المتفرج يقعد شخصيا تاع سيبتي العزيزة انما هو كممثل اهم من سيبتي العزيزة في رايي في بعد مرام متعددة المآرب اذا باش نتكلم عليها كممثلة يلزمها هي تقرر باش تكون ممثلة لانه لحد الان مثلت قاربت التمثيل اما ما ركزتش في التمثيل واضح اللي بعد شاكرة ممثلة ممتازة وعملت نتذكر عملت ثنائي هي وعاطف بالحسين في نعورة الهواء كان حاجة كبيرة برشا زون في تري بون ترافاي الزوز وهي ممثلة كذلك متقلبة عندها عدة أوجه وتعرف اش تعمل شاكرة إنما هي من ممثلات المظلومات شاكرة رماح اللي بعد شادلي طبعا شادلي ممثل بدون شك يعني عنده باليت كبيره لكن شادلي لازم نكتبوا له ادوار لانه المخرجين ما يعرفوش على شنو هو قادر شادلي يلفوا له يكرير هو مخرج مازال عنده تصور ولا كملنا؟ طبعا شادلي انا يجيني نجم يكون يحيى الفخراني تاع تونس يحيى الفخراني ممتاز شادلي كملت الصور ظهر لي ولا مازال عندنا هاي ولدي هذا بلال باهي بلال لانه وجهه وتناوله للشخصيه فيها نوع من العصبيه وفيها نوع من وهذا السينما حاجته به زاد لازم يكتبوا له بلال لانه وجهه متحول شكله متحول ما تفهموش حزين كذا الى دوكوا جوي دو تري بو بيرسوناج ممتاز نحبه انا بلال اخيرا شعلنا ترى كذلك هي وحيده خفت عليها لا تقعد في الكاركون تاع مفيد انه تولي تقول وحيده دريدي مفيده الوركو هي قادره على اكثر ومثلت مثلنا في يوم من اجل كاترين مثلت زوجتي وسناء باش تكون زوجتي زاده في وهي من الفنانات زاد اللي يظلموا زاد وحده بعد حال قلت لك هي حتى تروحها زاد لقات روحها في وضعيه نتاع اولاد مفيده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سي هي ما قبل اولاد مفيده قبل اولاد مفيده ممثله مسرحيه انا شفت وحده دي عملت اون اكسبلوزيون في اولاد مفيده اولاد مفيده لا سيتي ليكلوزيون اي اولاد مفيده حطها في انما وقت اللي تعمل الجزء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الخوف انه يوليو الناس ما عادش يدركوها الا كمفيده الصوره اللي بعدها دونك دو شونجي الصوره اللي بعدها باش نقدم هذا نحبه انا دريدي معنا زاد ان شاء الله باش يكون باش يمثل ولدي هذا نحبه لانه عمل تطور كبير ياسر ما بين كيف بدا في مكتوب اظن وتوا الشيء اللي عمل فيه بالضبط. في فرنسا فريمون تطور كبير حتى وجهه اكتمل في
الفيزيونومي نتاعو اكتمل ولا عنده مخخ يعني. بالضبط. اللي بعد ربيعة أستاذتي العزيزة توحشتها دير باش تمثل عشيقتي في هذا لطفي قام يضحك على حكاية عشيقتي. حيو صديقتنا حرام خويا. ربيعة أستاذتي قررتني في المعهد العالي للفنون المسرحية. أنا أعتقد أنها ممثلة سينما تونسية ربما لأنها اضطرت تمشي تسكن في فرنسا فترة طويلة الزواج والأولاد والحياة وكل لما هي ممثلة حلوة وتعرف شو تعمل ومكونة ممتازة. الصورة اللي بعدها حناشي حناشي شوف شفتم هذوما اللي فرحوا في مصر وعملوا روح الممثل وكل هذية تحطه في مكتوبة تتعد. شكونهم؟ التوانسة اللي في مصر ولا الكل؟ حتى المصريات هذوك اللي عملوا روح الممثل الدرجة هذي؟ آه وي وي سا سيتون غراند أكتريس. آه وي شو داكاريتا هذية حناشي سيتون أكتريس كيا دون مانيا معناتها بطريقة حدسية تكاد تكون حيوانية غريزية عندها إيقاع ديما صحيح الدوزاج صحيح وعندها حضور قدام الكاميرا إتونو بور موا ممثلة كبيرة ياسر ممثلة كبيرة فريمون كملنا بهالي صور ولا ما زلت لنا صورة؟ أيوه الصورة الأخيرة بهالي قريا قريا وجهه حلو برشا أداؤه حلو برشا الفول ويكريز ديرو كتيب كتيب يزد تكتب له قريع خاطر قريع عنده في مكانه عنده حاجات كبيرة وتكوينه كبير أما الورق الورق ابكي على الورق شكون يكتب لك يعني فتحي توال هذوما الكلهم كنا نشوفوا فيهم قلت فيهم كلمة خير بعد ما فسخت قبلهم عادل إمام محمود عبد العزيز رافت لجي ليل حلمية كل شيء لا لا خل جيك خل جيك كمل لك سؤالي خل نكمل لك سؤالي الخلاصات واحدة خل نكمل لك محمود عبد العزيز ممثل ممتاز ممثل كبير أنا جيك جيك ونمشي بالتفاصيل أما أنت السيناريو والإخراج والحكاية هذه هذه الحكاية ممثل وسياق زادة لكن خل نقول العبيد توا هذه راهو مش بالصدفة اختيار الصور مش بالصدفة اختيار الصور هذوما كلهم باش يكونوا زملاء مرافقين الفتحي الهداوي في العمل الكبير اللي ننتظروه على قناة التاسعة إن شاء الله في رمضان اللي هو أولاد الغول هذا من كلهم باش يمثلوا مع فتحي الهداوي صحبة مخرج زادة تبارك الله من درجة ممتاز مراد من درجة أولى وصحبة فنيين وتقنيين من الدرجة الأولى كيما أهم حاجة معنى الثنائي اللي ينجم يهنيك أنت في إنتاج ولد الغول هو أولان مراد بالشيخ اللي عملنا يوميات امرأة ممتاز نعم نعم ولا وكان عمل فلاش باك ومتكون في سيناريو تانية. سيناريو رفيقه بوجديد هكا سيد الريم سيد الريم اللي سبق انها خدمه سيد الريم وعملت زاده من اجل اون كاترين اي بالضبط وكذلك مدير تصوير اللي يظهر لي مغرب نجم نقولوا انه اقوى مدير تصوير حاليا في العالم العربي أهم وهو أهم فخر كبير أهم تونس انه انا كنت بتيت معاه في أوائل التسعينات في قناة أوريزون بدينا شفته مازال كي جاي اليوم سيتون ستار سي الأقوى أقوى دي أو بي هو محمد مغراوي مملكة الرمل تقريبا الهيبة 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 عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يعني هذوما باش يكونوا في رمضان ما فهمتش انتاج درامي في سوريا اليوم ذي قيمة معينة ما يعيطولوش فيه محمد مغراوي دونك متأكدين من الصورة وكذلك منصف طالب في السوق مملكة النمل المغربية أي والهيبة زاد أخدم الهيبة هذوما كلهم باش يكونوا مع فتح الهدابي قلت ربي في أولاد الغول لكن عنا زاد رمضان في التاسعة حصريا متفائل بالعمل فتحي عنا شباب ممتازين طبعا على كل حال شفت خدمتهم أنا معناتها فارس الأندلسي فارس الأندلسي عمل توا مازال كعمل على نتفليكس المسيح ميسيا نور بالخيرية تسكن في كندا فارس تسكن في فرنسا خذت جائزة أفضل ممثلة في السينما الكندية صغيرة عمرها 21 سنة ياسمين بوعبيد تخدم في انجلترا عاملة توا جوراسيك وورد ثلاثة معناتها سا سي دي جون كي فون سو ميتيي هذا كاستينغ قوي برشا معنا هي معنا هي ونزيدك زيادة بعد إذنك باش خاطر بعثهم لي على التليفون أنا في بالي بحاجات ما نساو حد أي مالك عندك سي حلمي بلال البريكي ربيعة بحري رحالي ممثل خاص وحلو برشا ايه بابا الهيتي شادلي ولد بلادك صار مرام بن عزيزة شاكر الرماح محمد قريع نور الدين ميهوب احمد الحفيان نعمان حمدة فتحي المسلماني ممثل جميل جدا مظلوم زاده بلال سلطنية
يونس فارحي وحيدة الدريدي إلى آخره. كاستينج متنوع وبه. فتحي نرجع المسلسل أولاد الغول اللي بيشتعرض على التاسع في شهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. الفكرة الرئيسية أحداثه دور حول شنو كان نجم نعطيه هكا. شوف نفس الحكاية. أنا بانجو. نفس الحكاية. هي المشاكل العائلية. سيناريو رفيقة بوجدية. رفيقة. لامور لامور لو بوفوار إلى فيولونس. هذا هي الموضوع. متناولته رفيقة من شيرة. والمخرج عنده وجهة نظر اون فا ساميزي اون فا جوي سا كيما المسلسلات الكل متفائل بيها ان شاء الله واضح فتحي في وقت من الاوقات قبل تقابلنا يرجع الفضل لله وسي لطفي بارك الله فيه في الاعمال الدراميه قيمه المكياج اللي بدل الوجه كنا نحكيه على عمل توثيقي تاريخي قلت لي راهو ما تنجمش ينجح اذا كان الشخصيه ما تشبهش الشخصيه قلت لي الماكيور راهو مهم جدا البوتوكس ما ينجمش يصلح في تبديل الملامح في ممنوع البوتوكس من المفروض في الاعمال الدراميه ممنوع انك تشوف في برشا ممثلات عاملين بوتوكس في امريكا الا شويه وما تشلقش معناها شويه ديبتيتري اما برشا عباد عاملين بوتوكس هذايا باش يقعدوا معنا المشاهدين بعد الفاصل باش نحلوا ملف البوتوكس والجراحه التجميليه فاصل شهري ونستأنفوا فقيه فقره برنامجنا